السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا معنا في حلقة جديدة ومراجعة جديدة. وقبل البداية وكالعادة أننا نسعد لمتابعتكم لقناتنا وأننا نطمح للأفضل ونحاول أن نغطي كل ما في عالم الألعاب. قبل البداية لا تنسوا دعمنا بنشر وسبسكرايب وأيضا بالضغط على زر اللايك. معكم أسعد البلوشي، دعونا نبدأ. من منا لم يلعب ألعاب سولز أو جربها أو حتى سمع عنها؟ نعم أنا قلت سولز، لأن ألعاب دارك سولز لها طابع خاص وأسلوب خاص وأجواء خاصة، وهي تلقب بي سولز بين اللاعبين، وهي من تطوير استوديو فروم سوفتوير ومن ناشر بانداي نامكو انترتينمنت. صدرت اللعبة في الأسواق 2011، ولكن أول جزء للسلسلة الذي يحمل نفس الأسلوب كان باسم ديمون سولز التي صدرت في 2009، وآخر أجزاء للسلسلة كان دارك سولز 3 التي صدرت في 12 أبريل 2016، وهي من الألعاب تقمص الأدوار الار بي جي التي أعطت تحول كبير في هذا النوع من الألعاب بطريقتها وأسلوبها الخاص والتحدي الكبير للاعبين ليتقنها بشكل كامل. اليوم يعود لنا الجزء الأول من السلسلة بحلة جديدة بنسخة ريماستر على الأجهزة الحالية، والمفاجأة أنها ستصدر على جهاز النينتندو سويتش ليتمتع اللاعبين بهذه اللعبة وهم يتنقلون من مكان لآخر. نشكر شركة بانداي نامكو لإعطائهم لنا نسخة البلايستيشن 4 لتجربتها وإعطائكم رأينا فيها بشكل كامل. هذه كانت مقدمة صغيرة عن هذه السلسلة الرائعة. قبل أن نبدأ ونعطيكم ما هو الجديد في نسخة ريماستر، هنا سنتكلم عن الريماستر وما هو الجديد فيها والتحسينات التي تم تعديلها في اللعبة، ويمكن للاعبين أن يتوقعون ويجدونها في هذه النسخة. أول تحسين في اللعبة طبعا هو الجرافيك. اللعبة تعمل على Full HD 16 فريم في الثانية على جهاز البلاي ستيشن العادية، وأيضا على جهاز الإكس بوكس 1، و4K على جهاز البي اس برو، وطبعا الإكس بوكس 1X. أصبح أفضل عن النسخة السابقة الأصلية من اللعبة، والتي تعمل على دقة شاشة 720p و30 فريم في الثانية، والتي كانت تعاني الكثير من المشاكل في بعض الأحيان في لعبة تحتاج للتركيز والهجوم في الوقت المناسب. الجرافيك في بعض المناطق رهيب بشكل ملحوظ مثل أرلاندو وإنديد بيرد، وأخرى قد تكون ليست بهذيك الجودة، وقد تصادف مشاكل منها الغابات والأنفاق المظلمة. ولا ننسى بليد تاون التي تعتبر المنطقة الأكثر مشاكل في النسخة الأصلية تم تعديلها في هذه النسخة. أكبر تغيير في اللعبة هو يمكنك تغيير الكوفننت من البون فاير أو منطقة التخزين، وهي السيوف التي تشتعل. طبعا اللي يلعب اللعبة يفهمها وهي طائرة ويعرف المعنات البحث عن هذه السيوف، وخاصة مع تجميع الأرواح. شيء آخر، الذين يتوقعون أعداء كثر أو جدد أو تغيير في مواقعهم ويتوقعون تغيير في طريقة اللعب، إضافات أو زعماء جدد، آسف أن أقول لكم لا جديد في هذه اللعبة، لأنه اللعبة الأصلية مع كل إضافات، فأنت تقريبا لعبت كل شيء في هذا الجزء أو هذه النسخة. أيضا من الأشياء الممتعة التي أضافوها هو طور الأونلاين. تم زيادة العدد ليصبح 6 لاعبين في السيشن الواحد بدل من 4 لاعبين في النسخة الأصلية. وأيضا يمكنك تخصيص باسورد، وهذه ميزة إضافية، وتحسب على شركة بانداي إرجاع هذا الجزء للحياة مرة أخرى ولو كانت فقط لعدة شهور. السلبية التي انزعجت منها هي حركة الكاميرا، التي بكل أمانة ضايقتني كثيرا وأنا ألعب، خاصة عند قتال والتصويب على العدو الذي غير تريد أن تصوب عليه، حيث المشهد سيذهب للعدو الآخر. وفي النهاية اللعبة ممتعة، إضافة جديدة للذين لم يجربوا السلسلة وبداية الطريق للتعمق فيها، وللاعبين القدامى اللي جربوا 60 إطار في هذا الجزء مع الصوات ورسومات معدلة ولكن لا تتأمل كثيرا. تقييمنا للعبة 8/10. أتمنى الفيديو أعجبكم، ولا تنسوا اللايك شير سبسكرايب. مع السلامة، إلى لقاء قريب.